بس هو كمان الجميل ان انت وانت ماشي في الدنيا وعايز تعبد ربنا، لان في ناس كتير عباد بس مش كل الناس فاهمة العبادة ان انا لازم كمان اقف جنب الناس. هتطعم كم واحد؟ هتفتح دولابك النهاردة وتطلع كام هدوم من الهدوم اللي ما بتلبسهاش بقالك 5 سنين؟ وايه اصل هي اصل هو حلو قوي، اصل ده براند، ده انا مش هسيبه، اصل حرام اتصدق ببراند وانت مش هتلبسه لانه هو مش لايق عليك بقاله 6 7 سنين، لغاية ما يقدم ويبوظ وفي الاخر تطلعه. وشوف الآية الجميلة وهي اللي بتقول لن تنالوا البر، مش هتوصلوا للدرجات العليا عند الله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. انت بتدور على اوحش حاجة عندك تطلعها؟ ولستم بآخذيه، لو انت اللي بتاخد مش هترضى تاخد الوحش ده، ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه، بتبقى مغمض عينك وانت مضطر تاخد حاجة وحشة زي الغلبان عشان انت بتطلع اوحش حاجة عندك. اما كلمة قرآنية، اما بتوجع بشكل، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه من كتر ما أنت مش قادر تاخده لكن مضطر. طلعوا الحلو يا جماعة، مش معنى كده تطلع كل الحلو اللي عندك، في وسط 10 عاديين طلع حاجة حلوة، طلع تصدق، طلع هدوم، اطعم طعام، انوي انك هتضحي السنة دي، انوي انك هتذبح السنة دي، افعل الخير، كتر الخير اللي حواليك. وخلي بالك الناس كلها فاهمة الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا في العبادة وبس وفعل الخير كمان. بص يا جماعة، فضل 5 أيام وتخلص 10 الأوائل، جزء من العمل الصالح اللي النبي وصى به هو فعل الخير، لازم تعمل خير 3 4 أيام الجايين، صدقة، تقف جنب بني آدم، تجبر بخاطر بني آدم، لازم تعمل حاجة. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا كمان في عمل الخير، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة،